من ضمن الحاجات اللي نزلت على السوشيال ميديا النهارده طلاق ياسمين عبد العزيز، والحقيقه عامله دوشه حوالين يعني كل معرفش ستات مصر متعاطفين معاها، رغم ان ياسمين عبد العزيز اساسا اتجوزت محمد حلاوه رجل الاعمال اللي هو كان ابوه محافظ، وكان كان محافظ كفر الشيخ فتره طويله. هي اتجوزته وعلى زوجه اولى، يعني كان في زوجه مخلف منها اربعه، واتجوز ياسمين عبد العزيز وخلف منها اعتقد طفلين. الكلام بيقول انها او اللي نزل انها اللي طلبت الطلاق بعد ما تزوج من ممثله شابه او جديده اللي هي ريهام حجاج، وانه بينتج لها مسلسل الان بمبلغ كبير. فيعني ياسمين كاتبه على صفحتها بعد الطلاق الحمد لله، تستاهل الحمد. طيب النهارده طبعا الاخ شوبير كاتب تويته عن الخطيب، قال ازعجت جدا جدا جدا